لا يفارق جهاز التنفس هذا ندى محمد صاحبة 23 عام أبدا، فبدونه تصبح حياتها على المحك. أنا عندي مرض اسمه تلاتة كيسة، بيأثر على أغلب أعضاء الجسم بس بالأخص الجهاز التنفسي والجهاز الهضمي. المخاط بيسد الممرات التنفسية، فبيبقى فيه صعوبة في التنفس. مع مرور الوقت المريض يعني بيؤدي لفشل تنفس والوفاة. ده بيخليني آخد أدوية للكبد، للبنكرياس، للمعدة، للرئة. بس الرئة هي المشكلة الأساسية. يعني أنا في اليوم عندي حوالي 10 جلسات، وبضطر اخد جهاز النيبولايزر معايا سواء انا في الجامعه او خارجه، عشان انا لو ما عملتش جلسات انا حرفيا مش هقدر اتنفس، خصوصا ان المرض مع تقدم السن الحاله بتتدهور تماما. سبق ندى في رحلتها مع هذا المرض 3 أشقاء، جميعهم الآن في ذمة الله. المرض ده كان عندي وعند اخواتي ربنا يرحمهم. كان عندي اول اخ عمر، توفى في عمر سنه، وبعد كده نورة توفت في عمر 16 سنة، وبعد نورة إيهاب توفى في عمر 21 سنة. تبقى سبب الوفاة فشل تنفسي. إنقاذ ندى من دوامة الأدوية وملازمة جهاز التنفس وخطر الاختناق الدائم، كله مرهون بعملية زراعة رئتين تنقل لها من متبرع، وهي العملية الغير مفعلة في مصر حتى الآن. احنا دلوقتي في مرحلة أخيرة يعتبر، والحل اللي قدامنا ان احنا نعمل زراعة رئتين في مركز طبي في ابو ظبي بيعمل العملية دي دلوقتي، نظرا ان هي لسه في مصر ما تفعلتش. ان شاء الله تتفعل في القريب العاجل، لان في اطفال كتير زيه. حتى لو انا ما لحقتش برنامج الزراعة في مصر، ولكن ان شاء الله الاطفال دول يلحقوه، ويكون في امل ان مرض السيستيك فايبروس في مصر ما يبقاش ازمة، ما يبقاش سبب وفاة الاطفال، ونقدر بإذن الله نحيي ناس. دكتور محمد، حضرتك شفت قصة اه حكاية طبعا ندى اللي هي حكاية اه طبعا متكررة، ايه المطلوب في نقاط كده في الفترة الجاية علشان ندى واللي زيها يلاقوا حل ان شاء الله سريع؟ قبل ما اقول لحضرتك النقاط، الحقيقة تأثرت جدا، وانا يعني اسمحي لي من خلالك هسأل سؤال للسادة المشاهدين. قصة ندى دي ألا تلمس أوتار قلوبكم؟ هل حضراتكم حد يبقى عارف هو مصيره رايح لفين؟ عنده الجرأة والشجاعة إنه يواجه الكاميرا ويقول 3 من أشقائي سبقوني، وإني لو ما لحقتش في مصر أنا بعملها لغيري. الكلام ده ما أثرش فيكم، أكيد أثر فيكم زي ما أثر فيا. الحقيقة قصة يعني أنا تأثرت بيها جدا يا أستاذة إيمان، وبحالة هذه الطفلة، وبدعي ربنا سبحانه وتعالى إنه نعجل من الأمور، وزي ما قلت فخامة الرئيس أصدر تعليماته، إحنا مش هننتظر لما نبني، لا إحنا شغالين في القصة دي إن شاء الله نعملها. اللي إحنا عايزينه الخطوات اللي جاية، إحنا عايزين وعي مجتمعي كامل من خلال السادة الإعلاميين بحضرتك، ان احنا نوعي المجتمع بدوره، وانه هذه الاعضاء تحل محل الصدقه الجاريه، وانه اذا لم يتبرع بها فهي من التراب ومصيرها الى التراب، فلماذا تحرم غيرك صحيح من فرصه للحياه، خاصه اذا كانت شابه صغنطوطه زي ندى، او طفل عنده 6 سنين لا يستطيع الابصار في انتظار نقل قرنيه، او مريض بالكلى عذاب غسيل الكلى 3 مرات اسبوعيا، فعندما تزرع له كلى جديدة فإنه حياة يمارس جديدة حياته كشخص طبيعي، بنسميها رخصة جديدة للحياة. صحيح. فالحقيقة لازم المجتمع يبقى عنده وعي، لازم نخرج من العباءة اللي هي بتقول لا خلاص حسم الأمر، ومن في يديهم الأمر استفتوا وأفتوا، فتقع عليهم المسؤولية الكبيرة. دي نمرة واحد. نمرة اتنين، زي ما قلت لك حضرتك من شوية، احنا عايزين قرارات سريعة من وزارة الداخلية، وأنا بناشد سيد اللواء وزير الداخلية، لو سمحت يا فندم احنا محتاجين بسرعة نحط على البطاقة بتاعت الرقم القومي في الفورمة اللي بتقدم. هذا نعم السؤال. نريد التبرع عشان يتحط عليه علامة صح، ولا نقع في جدلية هو أباح أم لم يبيح، هو وافق ولا موافقش. نفس الشيء في قصة اللي هي رخصة القيادة،
برضو يضاف عليها خانة تبيح التبرع بالأعضاء. نعم. بجانب بقى حملات التوعية المجتمعية المستمرة. وإن إحنا إن شاء الله إن شاء الله إحنا خدنا باع كبير جدا يا أستاذة إيمان. إحنا سنين. من الرواد، إحنا من الرواد في أفريقيا كلها في مجال زراعة الزراعة. صحيح، زراعة الأعضاء. صحيح. إحنا إحنا بس من حي إلى حي، لكن فكرة من متوفي إلى حي هو ده اللي إحنا عايزين بنحاول فيه. إحنا اخترقنا حاجز الصوت والضوء في زراعة الكبد من حي إلى صحيح. حي، وهي العملية الأصعب وهي العملية الأكثر تعقيدا. ما احنا متفقين على انه مش المشكلة في صعوبة العمليات، لان عندنا بالزبط. اطباء يعني بالزبط. اكفاء لهذه المهمة، لكن هي المشكلة ليها كذا جانب. في جانب بيتحل دلوقتي، فكرة وجود المكان اللي هو هيبقى المكان الرئيسي اللي منه وإليه يحدث فيه هذه العمليات، عمليات زراعة الأعضاء. والحاجة الثانية هو المتبرع اللي بنحاول دلوقتي نوجه له هذه الرساله من خلال تقرير زي ده. اثر في حضرتك، اعتقد انه اثر في جداً ناس كثيره جداً, جدا، وممكن يشجع الناس على انها تتخذ هذه الخطوه. بشكرك شكرا جزيلا، وان شاء الله في اللقاء الثاني او المكالمه القادمه مع حضرتك يكون الدنيا اتحركت كتير. شكرا دكتور محمد الوحش، وكيل لجنه الصحه بمجلس النواب.